بأرجحية الأداء واستمرارية المردود. هنا السودان، هنا يوميات ترجية، هنا يوميات المكشخين من أجل الشامبيونز ليج. على البلاس 9 استقبلنا شاوت، وعلى البلاس 9 سنستقبل الثاني. لكن قبل السكند هاف الآن نرجع للاستوديو مع ماجد الشجعي. في شاوت أنهى الترجي متقدم بهدف غالي وثمين بلونه الأصفر عنوان الذهب، وبدمه أو بلونه الأحمر نظير الدم. 1-0 الهلال. لكم الكلمة في الفاصل في استوديو التحليل مع ماجد. شكرا لمعلقي المباراة عصام شوالي على القناة الصوتية الأولى وسوار الذهب على القناة الصوتية الثانية. إذن الترجي خارج الديار تحديدا في أم درمان متفوق بنتيجة هدف واحد دون